أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج متن الخبر الذي سأخذكم في جولة موسعة لأهم العناوين والمقالات في الصحف المحلية والعربية والأمريكية أيضا لتقترب لكم الصورة والحدث لهذا اليوم الأربعاء الموافق العاشر من يناير، حيث اشتركت الصحف الثلاث بخبر تحت عنوان مقتل مستوطن جنوب نابلس في عملية إطلاق نار والاحتلال يحاصر المنطقة ويقتحم قرى عدة. والآن لنلقي نظرة لأهم عناوين صحيفة الحياة الجديدة. وفي أذنها اليمنى كتبت صحيفة الحياة: هناك طعن قضائي في قرار غواتيمالا بنقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس. أما في أذنها اليسرى كتبت: توالي ارتفاع درجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع. وفي جانب الصحيفة من السويد تحذر من عواقب قطع المساعدات الأمريكية عن الأنروا. وفي جانب هذا الخبر العاهل السعودي يهاتف السيد الرئيس محمود عباس ويؤكد موقف بلاده ثابت من قضية فلسطين خاصة القدس الشرقية. وكتبت صحيفة الحياة أيضا: عريقات لن نرضى بأي عروض للمفاوضات ما لم يتم إسقاط إعلان ترامب بشأن القدس. وفي وسط الصحيفة عنونت: السيسي يبحث مع ملك الأردن تطورات القضية الفلسطينية. وأيضا في أسفل الصحيفة: حاخام يهودي يكشف تورة إسرائيل في إشعال الحروب الأهلية بإفريقيا. مرورا في صفحاتها توقف متن الخبر في صفحة 16 للكاتب عمر حلمي الغول تحت عنوان اخفضوا الصوت في المجلس. وفي متن المقال: مع توجه القيادة لعقد الدورة 28 للمجلس المركزي بعد 3 أعوام من انعقاد الدورة السابقة جرت فيها مياه كثيرة توجت أخيرا بقرار الرئيس الأمريكي ترامب الشهر الماضي بإعلان بالقدس عاصمة لإسرائيل، تلاها رفض الجمعية العامة للأمم المتحدة للقرار، ثم قرار حزب الليكود الحاكم بضم الضفة الفلسطينية لإسرائيل الاستعمارية في آخر يوم من السنة الماضية، وبعد ذلك تصويت الكنيست على قرار القدس وعدم الانسحاب من أي جزء منها إلا بعد موافقة الثلثين من أعضاء البرلمان الإسرائيلي، ثم الدعوة لإزالة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين أنروا وتجميد المساعدات الأمريكية للوكالة ولآخره من التطورات والقرارات الأمريكية والإسرائيلية المتسارعة لتصفية التسوية السياسية، ثم الضرورة على أعضاء المجلس المركزي معالجة كل القضايا المثارة على مدار الأعوام الثلاث الماضية وتوصيات اللجنة السياسية التي باتت جاهزة وتتضمن الكثير من المواقف المهمة والضرورية لبحث كل الموضوعات بروح المسؤولية العالية والابتعاد عن الخطاب الشعبوي والشعارات الرنانة ليتمكن المجلس من بلوغ الأهداف المرجوة منهم في هذه الدورة المهمة. وإخفاض الصوت لا يعني بحال من الأحوال التنازل عن ثابت من الثوابت الوطنية أو قبول إملاءات دولة الاستعمار الإسرائيلي وحليفتها الاستراتيجية الولايات المتحدة، إنما بحث كل المسائل المثارة بشكل علمي وقانوني وسياسي ومن مختلف الجوانب كي يأتي الموقف الوطني متماسكا وقويا ومنسجما مع قرارات الشرعية الدولية وأهداف الشعب الفلسطيني. وأضاف الكاتب: النقاش في المجلس المركزي في دورته 28 التي تبدأ أعمالها الأحد المقبل يفترض أن يختلف عن كل الدورات السابقة منذ 94، لأن اللحظة السياسية التي تمر بها القضية الوطنية ومصالح الشعب العليا لحظة حرجة ومنعطف نوعي جديد في مسار العملية التحررية وتحتاج إلى اشتقاق قرارات استراتيجية تمهد الطريق لصياغة برنامج سياسي قادر على استشراق آفاق المستقبل بعيدا عن اللغة الإنشائية. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله
أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت اللهم إني أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني أنت الحي الذي لا يموت لا إله إلا أنت ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. مشاهدينا ومن صحيفة الحياة الجديدة ننتقل إلى صحيفة القدس حيث أبرزت على صفحتها الأولى الشرطة الإسرائيلية تمنع عقد مؤتمر صحفي في القدس وتعتقل عددا من القيادات المقدسية وفي أسفل هذا الخبر لوس أنجلوس تايمز غطرسة ترامب قلصت فرص حل النزاع الإسرائيلي الفلسطيني وفي جانب هذا الخبر كتبت صحيفة القدس مجدلاني يصرح قرارات المركزي تتوافق مع الشرعية الدولية ومع مبادرة السلام ومقبلون على فرصة تاريخية وننهي الصفحة الأولى بخبر تحت عنوان 28 قتيلا في الغوطة الشرقية ودمشق
نبقى معكم مشاهدينا الأعزاء ونستكمل جولتنا في صحيفة الأيام ومن أهم العناوين. وفي أذنها اليمنى لصحيفة الأيام عنونت: السيد الرئيس تلقى اتصالا هاتفيا مهما من خادم الحرمين الشريفين. وتناولت الصحيفة أيضا: من القدس الاحتلال يبدأ بإقامة جسر يربط بلدة سلوان بساحة البراق فوق أراض خاصة. وفي جانب هذا الخبر: هناك إصابة 7 مواطنين بجروح والعشرات بالاختناق جراء قمع الاحتلال مسيرات في الضفة والقطاع. وفي جانب الصحيفة عنونت أيضا: ضجة وانتقادات شديدة وغضب في إسرائيل بعد بث تسجيل ابن نتنياهو عن صفقة الغاز. والإدارة الأمريكية تفتح مجددا ملف التحريض في المناهج الفلسطينية. مشاهدين متن الخبر ينتهي من جولته في عناوين الصحف المحلية ومقالاتها. فاصل ونعود. أهلا مشاهدينا. حملات التحريض تتزايد وتصل إلى التعليم، وهدفها الواضح هو محاولة يائسة لإخضاعنا وفرض ما يرونه علينا سواء من الولايات المتحدة أم من الاحتلال، حيث عنونت صحيفة الأيام خبرا تحت عنوان: الإدارة الأمريكية تفتح مجددا ملف التحريض في المناهج الفلسطينية ووزارة التربية والتعليم تستنكر. وهذا منطق إسرائيلي بامتياز. الحديث أكثر نرحب هنا بالاستوديو الناطق باسم وزارة التربية والتعليم صادق الخضور، أهلا وسهلا بك. طابت أوقاتك وأوقات المشاهدين جميعا. أهلا وسهلا بك. ما تعليقك عما سبق ما ذكرته قبل قليل؟ تعليق أن الموضوع مستغرب، يعني لكن لم نفاجأ ولم نستغرب هذا المطلب وهذا التوجه، ولم نستغرب توقيته على اعتبار أنه يأتي في مسلسل بدأ بإعلان ترامب، تلا بعد ذلك الموضوع المساعدات الأونروا، وقبل ذلك كانت هناك محاولات إسرائيلية كما أسلفتم لتشويه المنهج الفلسطيني في القدس الشريف. كان هناك فتوى من سيادة المفتي مفتي القدس والديار الفلسطينية بخصوص أهمية الحفاظ على المنهج الفلسطيني. بالأمس فوجئنا بهذا القرار الذي يأتي في سياق هجمي منظمي ومنهجي. نعم، هذا يحاولون تحريض على المنهج الفلسطيني، ولكن ماذا عن المنهج الإسرائيلي الحقيقي المحرض اللي ويجعلونهم يكرهون واستحقار جميع الفلسطينيين وبشكل خاص بنفي أي تاريخ إسلامي أو مسيحي بالقدس؟ شكرا لك على هذا السؤال. يعني الآن المنهج الإسرائيلي بشكل عام، المنهج المدارس الدينية بشكل خاص، هو منهج تحريضي بامتياز، يعكس صورة نمطية للعرب وللمسلمين وللفلسطينيين، يحاول خلط الحقائق، يحاول تقديم خرائط مشوهة وحقائق جغرافية وتاريخية مشوهة. وللعلم المنهج لا يقتصر على الكتب المقررة، أيضا هناك ممارسات وبيئة تعليمية داخل المدارس. جميعنا شاهد كيف كان قبل أشهر مشهد الأطفال الإسرائيليين يتدربوا على قتل الأطفال العرب في المدارس، وبالتالي هناك نفس عدواني موجود. هذا دفعنا في وزارة التربية والتعليم وعبر شاشة الكل الفلسطيني، شاشة الوطن، شاشة فلسطين، نجدد ترحيبنا بأي تقييم موضوعي ومنهجي ومحايد ومهني للمناهج. شريطة أن يتم إخضاع المناهج الإسرائيلية أيضا للتقييم ذاته، وأنا ذاك سنتقبل. لكن في اعتقادي أنه الإدارة الأمريكية والجانب الأمريكي في هذه الظروف وفي ظل المعطيات هو ليس الطرف المؤهل للقيام بهذا الدور، وهو الدور الحيادي والمهني. ولنقول أن الإدارة الأمريكية وإسرائيل يقومون بهذا لإنكار حقوق شعبنا، صحيح؟ بالتأكيد. يعني أنت تتحدث عن طمس هوية، المنهاج يعني الهوية، صحيح. وبالتالي هي محاولة لطمس الهوية ومحاولة لإفراغ هذا المنهاج من مضامينه الوطنية ومن موروثه ومما يتكئ عليه من قيم وطنية. ونحن نعتقد أن منهاجنا الفلسطيني وفي للرموز الوطنية، وفي للقضايا الوطنية، وفي للتاريخ، وفي للتراث. هذه المكونات جميعها نعتز بها وماضون نحن في تطوير المناهج، مع استعدادنا لإخضاع هذا المنهاج لأي تقييم لكن وفق ضابط معين. نعم، لنقول وبالتالي هم يحاولون بإخضاعنا على هذه الأمور وتمرير مخططاتهم وبالأخص في التعليم كوزارة التربية والتعليم. ماذا نعم تستطيعون أن تفعلوا حال ذلك؟ إحنا يعني نواصل جهودنا، سنواصل العمل أولا على تطوير المناهج. نعم. على جعل التعليم أحد ركائز التأسيس لمشروعنا الوطني. النجاحات التي تتحقق تباعا في عديد المحافل هي نتاج جهد مدروس وموجه. هذا الجهد سيتواصل، بالتوازي مع ذلك ستشكل الكتب المدرسية وتشكل المناهج ويشكل معلمونا ومديرونا بمشيئة الله سدا منيعا أمام كل المحاولات الهادفة إلى طمس منهاجنا الفلسطيني وطمس المسيرة التعليمية. ندرك أن المنهاج الفلسطيني ثابت من الثوابت، مرتكز من المرتكزات الوطنية التي لن نسمح بأي حال أن يستمر التطاول عليها. مضون نحن في مسعانا نتواصل مع الدول، مع الهيئات الدولية والحقوقية
التي استطعت أن تحكم بشكل موضوعي على مناهجنا لإبراز مدى ما يحوزه هذا المنهاج من جوانب إنسانية وأكاديمية ومعرفية. هو منهاج يتضمن قضايا وطنية بصبغة تؤكد انتمائنا واعتزازنا بموروثنا، وهو منهاج أيضا يتضمن عديد الأبعاد الإنسانية. ونستغرب كيف يتم يعني وسم هذا المنهاج بأنه منهاج تحريضي في الوقت الذي هو يعني يؤسس لجيل مقبل على الحياة، طامع بالحياة وطامح بالحرية. إذا كان الطموح بالحرية يعتبر جريمة فنحن مجرمون. نعم، أشكرك الناطق الرسمي بوزارة التربية والتعليم صادق خضور، كنت معنا هنا في برنامج متن الخبر. ومشاهدينا فاصل ونعود. نبقى معكم مشاهدينا، والآن جولة جديدة في الصحيفة الأمريكية الاندبندنت، حيث عنونت: الاحتلال يعتزم المصادقة اليوم على بناء 12 ألف وحدة استيطانية في الضفة الغربية. وفي أسفل هذا الخبر كتبت اندبندنت: تسجيل صوتي لابن نتنياهو يتحدث عن صفقة غاز تثير الغضب في إسرائيل، ومحامو نتنياهو يحاولون إخراجه من هذا المأزق. وفي أسفل هذا الخبر في صحيفة اندبندنت كتبت أيضا: إسرائيل تهاجم سوريا بصواريخ أرض أرض. هكذا ننتهي من جولتنا في الصحف الأمريكية، فاصل ونعود. أهلا بكم من جديد. متن الخبر سيتجول جولة أخيرة في الصحف العربية، ونبدأ من الصحف الأردنية والمزيد من العناوين والأخبار مع الزميلة أروى حمد. نبدأ جولتنا مع صحيفة الدستور، وفي صفحتها الرئيسية: بحث خلال اتصال هاتفي مع الرئيس المصري التطورات الإقليمية، الملك يؤكد ضرورة تكثيف الجهود لحماية حقوق الفلسطينيين. وفي خبر آخر: الملك يد الإرهاب الغاشم لن تمس وطننا أو تنال من شعبنا. مجلس الوزراء الفلسطيني يثمن نتائج اجتماع وزراء الخارجية العرب في عمان. ومخطط إسرائيلي لإقامة جسر سياحي في سلوان جنوب الأقصى. وفي العناوين العربية والدولية: قصف صاروخي وغارات إسرائيلية من طبرية وجولان لأحد المواقع العسكرية في ريف دمشق. موسكو تتعهد بصد العمليات الإرهابية في سوريا، وأردوغان يؤكد مواصلة عمليات درع الفرات. والسودان يجدد شكواه لمجلس الأمن بشأن حلايب. مصر النيابة تفتح تحقيقا عاجلا بتسريبات نيويورك تايمز. وننتقل من الدستور إلى عناوين صحيفة الرأي: إسرائيل تقصف ريف دمشق، إنشاء جسر سياحي للمشاة جنوب الأقصى، مواجهة مع الاحتلال في الضفة وغزة، ابن نتنياهو يثير الغضب في إسرائيل، ومنع مؤتمر القدس واعتقال قيادات مقدسية، مقتل مستوطن بإطلاق نار قرب نابلس. فإسرائيل هدمت 132 منشأة فلسطينية في القدس في 2017. عباس يجتمع بوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي بـ22 الجاري. ونختتم مع عناوين صحيفة الغد: الملك للمخابرات والجيش والأمن، بجهودكم يظل الوطن منيعا. وفي الشأن الفلسطيني: منظمة التحرير مخطط أمريكي إسرائيلي لتسليم مهام الأونروا إلى مفوضية شؤون اللاجئين، حلون يطالب بفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة. وفي الغد أيضا: تونس انتفاضة اجتماعية واسعة تجتاح البلاد، الحوثيون يهددون باستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وترامب سيخضع لفحوص طبية وسط إشاعات حول أهليته العقلية. لبرنامج متن الخبر أروى حماد. شكرا للزميلة أروى. وجولة أخرى في الصحف المصرية والمزيد من العناوين مع الزميلة نجوى يونس. أخبار وموضوعات متنوعة اهتمت بها الصحف المصرية الصادرة اليوم في القاهرة: قمة مصرية أريترية في قصر الاتحادية، الرئيس المصري مهتمون بترسيخ التعاون في جميع المجالات والتنسيق في منطقة القرن الإفريقي، الرئيس الأريتري نعتز بعلاقاتنا التاريخية بمصر ونقدر دعمها الفني لنا، زيارة مرتقبة للرئيس التنزاني إلى مصر، السيسي وملك الأردن يستعرضان المستجدات الفلسطينية في اتصال هاتفي،
مصر تترأس مجلس السلم والأمن للاتحاد الإفريقي افتتاح مؤتمر بيت العائلة المصرية تحت رعاية الأزهر والكنيسة. رئيس الهيئة الوطنية للصحافة: مصر ستبقى متماسكة رغم المخاطر. محمد حمدي زقزوق الأمين العام لبيت العائلة المصرية: نسعى لحماية الأجيال من المتطرفين. بموافقة مجلس النواب: مصر تحت الطوارئ حتى 12 من إبريل القادم. سباق برلماني لتأييد ترشيح الرئيس السيسي لولاية جديدة. 464 نائبا يوقعون النماذج والمئات يتوافدون على الشهر العقاري بالمحافظات لاستخراج التوكيلات. شهادة عالمية جديدة لحقل زهر يجعل مصر الأكثر تحكما في مستقبل الغاز في منطقة شرق المتوسط. النائب العام يكلف أمن الدولة بالتحقيق في نيويورك تايمز. وكانت هيئة الاستعلامات المصرية أصدرت بيانا قبل أيام أكدت زيف التسجيلات التي بحوزة الصحيفة بشأن كيفية تناول أزمة القدس في الإعلام المصري. القبض على خلية إرهابية تستهدف الكنائس بمحافظة البحيرة. تصفية 8 تكفيريين بسيناء وإحالة أوراق 4 آخرين لفضيلة المفتي تمهيدا لإعدامهم. السلام ومكافحة الإرهاب والأقليات تتصدر أجندة جولة نائب ترامب للمنطقة. الرئاسة الفلسطينية تجدد رفضها استقباله بسبب سياسة الانحياز الإسرائيلي. السلطة الفلسطينية تدعو لتحرك دولي ضد إسرائيل. إسرائيل تخطط لبناء جسر مشاة جنوب الأقصى، هذا ما أكده مركز معلومات وادي حلوة. إسرائيل تقصف بالطائرات والصواريخ مواقع عسكرية قرب دمشق. الكرملين: روسيا لديها قوات كافية للتصدي لأي هجمات بسوريا. وأخيرا، في مثل هذا اليوم عام 1973 تم اغتيال القيادي الفلسطيني محمود الهمشري أحد المناضلين الأوائل في حركة فتح، وهو من مواليد مدينة طولكرم. دمتم بخير، نجوى يونس، القاهرة. شكرا للزميلة نجوى. والجولة الأخيرة في الصحف اللبنانية والمزيد من العناوين مع الزميلة زينة عبد الصمد. نستهل قراءتنا لعناوين الصحف اللبنانية الصادرة من بيروت مع الأخبار. أزمة الميجا سنتر تنفجر بعد أقدمية الضباط. الانتخابات في خطر. السيسي عبور سهل نحو الولاية الثانية. الجيش على مشارف أبو ظهور في ريف إدلب. صراع الأجنحة في البيت الأبيض، بانون والأطفال والفوضى ثالثهما. ومن الأخبار ننتقل إلى عناوين صحيفة الديار. الأسد اتخذ قراره بحسم معركة الغوطة وريفي حما وإدلب. سباق بين الجيشين السوري والتركي للسيطرة على الحدود السورية التركية. الانتخابات على الهوية، باسيل يهدد بالطعن والمشنوق ببلع الموس. بالريف نذهب إلى الانتخابات ولا يمكن الطعن بالقانون. كنعان الأولوية للموازنة والمصارحة ضرورية مع القوات واجتماع قريبة. وإلى عناوين صحيفة البناء محطتنا الثالثة والأخيرة من بيروت. الجيش اليمني يرسم خطوطه الحمراء الجديدة. البحر الأحمر والأجواء اليمنية مدى للصواريخ. تل أبيب تستبق اجتماع واشنطن حول سوريا بالنار. ودمشق ترد وتواصل التقدم إلى إدلب. لا تعديل للقانون إلا في حال اعتماد البطاقة الممغنطة. والانتخابات ببطاقة الهوية في 6 أيار. ماذا تعرف عن بزنس جاريد كوشنير العميق مع إسرائيل؟ 40 شركة في معرض تخصصي للصناعات الدوائية والغذائية الإيرانية بدمشق. أكد حرصهما على تحقيق التنمية والأمن والاستقرار في القارة الأفريقية. تحالف مصري أريتري حول سد النهضة. لبرنامج متن الخبر، زينة عبد الصمد. شكرا لزميلة زينة، وأشكركم أنتم مشاهدين على حسن المتابعة، وإلى اللقاء في حلقة جديدة وعناوين ومقالات جديدة. في أمان الله.